مرحبا، كيفكن يا حلوين؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم رح أعمل الغريبة المعتادة عليها، وأكيد غريبة بنكهة تانية يلي هي الكاكاو وبنكهة الهيل كمان. وكمان حبيت أعملكن غريبة الرافاييلو، طريقة كتير سهلة وما في أطيب منها. وهلأ رح أترككن مع الوصفة. بالبداية رح احط 500 جرام طحين، 200 جرام سكر بودرة حسران، 250 جرام سمنة، معلقة طعام هيل مطحون، ومعلقة طعام كاكاو. لغريبة الرافاييلو بنحتاج 80 جرام سكر بودرة، 250 جرام طحين، 75 جرام زيت نباتي، 125 جرام زبدة، 80 جرام نشا، وبدنا جوز هند وشوكولا بيضة. أول شي للغريبة العادية بحط السمنة وفوق السكر البودرة وبخفقن كتير منيح بالخفاقة لحتى يفتح لونن. وهي بعد ما فتح لونن هلأ صار فينا نضيف الطحين، بس طبعا لازم الطحين نخلو بالغريبة مشان تطلع ناعمة وبتدوب بالتم. وبعدين بنخلطهم وبنعجنهم كتير منيح. طبعا بالغريبة حصرا سمنة ما فيكن تستبدلوها لا بزبدة ولا بزيت، لهيك ضروري تستخدموا السمنة وإلا بتخرب معكن الغريبة. أما بغريبة الرافاييلو فاستخدمنا الزبدة والزيت بدل السمنة لأنه غريبة الرافاييلو أقرب للبيتي فور. كمان بما انه هي فيها نشا فبتتعدل وبتزبط، لهيك غريبة الرافاييلو بتطلع ناجحة بالزبدة والزيت، اما الغريبة العادية فما بتطلع ناجحة وبتخرب معكم بالزيت. وهي هيك الغريبة بعد ما عجناها كتير منيح لازم تطلع معكم بهالشكل، مو فارطة متماسكة وعجينة كتير طرية، وهيك بصير فينا نشتغل فيها. هلا رح اقسم العجينة لثلاث اقسام، واحد للهيل واحد للكاكاو واحد لحتى اتركه سادة. طبعا بدنا نضيف على الغريبة معلقة الكاكاو وضروري نضيف معلقة السمنة لحتى ما تطلع معكم ناشفة ومتشققة. ولغريبة الهيل ضروري كمان يكون الهيل مطحون ناعم كتير، وأنا بحب ضيف لغريبة الهيل ملون أخضر، وطبعا خطوة الملون اختياري. وهيك بتكون جهزت عنا الغريبة بنكهات، وهلا بنحطهم بالتلاجة لمدة ربع ساعة بس لحتى يتماسكوا ونقدر نشتغل فيهم. وهلا رح نبلش بغريبة الرافاييلو. اول شي بنحط الزبدة والزيت وبنضيف عليهم السكر البودرة وبنخفقهم منيح مع بعض. وهلا بنضيف عليهم النشا وبنرجع بنخفقهم.
وهي هيك بعد ما نفتح لونهم ونخلطوا مع بعض. هلا بندخل عليهم الطحين. وبعدين بنعجنهم مع بعض. وهيك كمان العجينة صارت جاهزة، بنحط عليها كيس نايلون وبنحطها بالثلاجة كمان لمدة ربع ساعة. وهي غريبة الكاكاو بعد ما طلعتها من الثلاجة. طبعا انتم ما لازم توصلوها لهالدرجة، بس انا نسيتهم بالثلاجة، لهيك ما ضروري ابدا انكم تخلوهم بالثلاجة لحتى يصيروا قاسين لهي الدرجة، يعني بس مجرد انهم يمسكوا شوي، مو كل هالقد يكونوا قاسين. وعلى كل حال اذا نسيتوهم مثلي فبتضلوا تعجنوهم لحتى يرجعوا طرايا بهالشكل. وهلأ صار فينا نشتغل فيها كل سهولة. بعمل دوائر بحجم بعض، بعدين بعمل لها فتحة صغيرة من النص، وفيكن تحطوا بقلبها اي نوع مكسرات بتفضلوا. انا بغربت الكاكاو وحطيت نص بندقة. وغريبة الهيل كمان نفس الشي، بعجنها كتير منيح واطلعها من الثلاجة. وهلا كمان بعمل دائرة بكل سهولة، بحاول يكونوا بحجم بعض. يفضل اذا عندكم ميزان تقيسوا وزنهم بالميزان، تقريبا كل وحدة مقاسها 10 جرام، هيك بتطلع ممتازة. وبحط بالنص فستق حلبي. وهي الغريبة العادية كمان عجنتها كتير منيح لحتى رجعت عندي طرية بهالشكل. ولحتى نعمل حلقات الغريبة العادية باخد قطعة غريبة صغيرة وبفردها على الطاولة بالطول، وبعدين بعكفها لحتى تصير حلقة. وفيكن تحطوا بنهاية الحلقة اي نوع مكسرات بتفضلوا. انا اخر شي قررت اني احط فستق حلبي. وانا بفضل موديل الدوائر بالغريبة اكتر من الحلقات، طبعا حسب الرغبة فيكن تعملوا اي موديل بتحبوه، بس الدوائر بحس موديلها احلى واسهل بكتير. وهي غريبة الكاكاو بعد ما طلعتها من الفرن. وهلا رح احط الغريبة العادية وغريبة الهيل بالفرن لمدة 12 دقيقة، النار من تحت بس على درجة حرارة 140، يعني النار لازم تكون هادية. وهلا رح بلش بغريبة الرافاييلو، طلعتها من الفريزر وبعدين كمان رجعت عجنتها لحتى رجعت العجينة عندي طرية كتير. وهلا بزين 10 جرام كل حبة. وبعدين بكبسها بايدي وبحط بقلبها لوزة، وبحاول سكر على اللوزة كتير منيح. طبعا اللوزة محمص مو ني. وبعدين بكورها بهالشكل. وهيك بكفي على كل العجينة يلي عندي، كل حبة غريبة بحشيها بلوزة، وأهم شي تكون اللوزة مغطاية كلها بالعجينة. وطبعا بحطها بصينية مدهونة بزيت. بحط غريبة الرافاييلو كمان 12 دقيقة بالفرن على درجة حرارة 140، نار بس من تحت. هون عندي شوكولاتة بيضة مذوبتها وعندي جوز هند، وهي غريبة الرافاييلو بعد ما جهزت واستوت تماما.
طبعا تركتها تبرد على الاخير، ولونها لازم يكون بهالشكل فاتح، ما لازم تأمروها. هلا بغطسها بالشوكولا البيضة، وبعدين بحاول صف الشوكولا الزايدة، وبعدين بحطها بجوز الهند. وهيك بكفي على كل حبات غريبة الرافاييلو. وطبعا بس خلصهم بحط الصينية بالتلاجة لمدة 10 دقايق لحتى تجمد الشوكولا وجوز الهند. وهي حبات الرافاييلو بعد ما طلعتهم من الفريزر، لكم احلاهم وجمدوا. وهيك بتكون جهزت عنا اطيب غريبة رافاييلو، وجهزت عنا باقي الغريبات يلي بنكهات بتجنن. هذا هو الشكل النهائي، بتمنى يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا. جربوا الغريبة بطريقتي وبالنكهات يلي عملتهم، لأنهم كتير طيبين وما في ألز منهم، وكتير حلوين بضيافات العيد، وكتير كتير سهلين وأكيد ناجحين. وجددوا عن الغريبة العادية وعملوها بنكهات، لأنه بتطلع أطيب من العادية بألف مرة. مثلا غريبة الهيل كتير كتير طيبة، وغريبة الرافاييلو لسه أطيب. واكيد الناس يلي بيحبوا الشوكولا رح يحبوا كتير غريبة الكاكاو. ولا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شي بنزله. باي باي.